إذن التلميذات العزيزات، تلاميذ الأعزاء، مرحبا مجددا معكم أستاذة توريا سعودي، أستاذة مادة الاجتماعيات بثانويات عدل الفاسي التأهيلية بالرباط. إذن اليوم موعدنا مع تمارين دعم وتقوية في مادة الجغرافية، وقد اخترت لكم منهجية تحرير موضوع مقالي في هذه المادة. طبعا الحال الهدف ديالنا هو أننا نتمكن جميعا من منهجية تحرير موضوع مقالي، والذي يشمل ثلاث خطوات أساسية. وقبل ذلك سأطلعكم على الموضوع الذي أقترحه عليكم لتطبيق هذه المنهجية. إذن الموضوع، موضوع المقترح: يساهم العامل التنظيمي بدور فعال في تقدم الصناعتين الأمريكية والصينية، وبالرغم من ذلك ما زالت تواجههما بعض التحديات. إذن المطلوب منا أن تكتب موضوعا مقاليا نوضح فيه ما يلي: أولا، مظاهر تقدم الصناعتين الأمريكية والصينية. ثانياً، العوامل التنظيمية المفسرة لتقدم الصناعة الصينية فقط وليس الأمريكية أيضاً. السؤال الثالث هو: ما هي التحديات التي تواجه كلا الصناعتين سواء في الصين أو في الولايات المتحدة الأمريكية؟ طبيعة الحال كما تعلمون، خطوات تحرير موضوع مقالي سواء في مادة التاريخ أو الجغرافية تشمل ثلاث خطوات أساسية أو ثلاث عناصر أساسية. الخطوة الأولى هي المقدمة، ثم العرض، وأخيرا الخاتمة. المقدمة يجب أن تشمل أولا تقديما للموضوع المطروح بشكل ملخص، مع أهمية اختيار الكلمات المفاتيح المعبرة على كل فقرة على حدة أو على كل سؤال على حدة. إذن دائما نحاول أن نربط بين الأسئلة وعدد الفقرات. المرحلة الثانية في المقدمة، يجب أن نطرح الإشكالية على شكل أسئلة مرتبة وفق طبيعة المادة. فمثلا في الجغرافيا يجب أن نحترم الانتقال من الوصف ثم التفسير وأخيرا التعميم، وفي التاريخ يجب علينا احترام التسلسل الزمني وأهمية الأحداث التاريخية المراد سردها. ثم أخيرا، دائما في المقدمة يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أننا سنجيب على هذه الأسئلة اتباعا خلال الخطوة الموالية، يعني لا يجب أن نجيب في فقرة ما على السؤال الثالث قبل السؤال الثاني. المقدمة بالنسبة للموضوع الذي اقترحت عليكم هذه المقدمة. إذن من المستحسن بالنسبة للتلميذات والتلاميذ خلال الامتحان الجهوي بإذن الله أن يقوموا بتقديم مقدمة من ابتكارهم، من إبداعهم. هكذا ستضعون المصحح أمام مفاجأة سارة، وسيعتمد عليكم في كتابة موضوع جيد. إذن تعتبر الصناعة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين قطاعا استراتيجيا وحيويا على الصعيد العالمي بفضل تضافر عدة عوامل، ومع ذلك فإن هذا الأخير تواجهه عدة تحديات. إذن كما لاحظتم، حاولت ما أمكن أن أتطرق للصناعة وباعتبارها قطاع حيوي، ثم أيضا تحدثت على العوامل، وفي نفس الآن تطرقت إلى التحديات، وهنا سنجد بأن المواضيع التي نحن مطالبين بالإجابة عليها كلها حاضرة في هذا الملخص. إذن الإشكالية: فما هي يا ترى مظاهر تقدم كل من الصناعة الأمريكية والصينية؟ هذا السؤال الأول. ثم السؤال الثاني: ما هي العوامل التنظيمية المفسرة لتقدم الصناعة بالصين؟ وأخيرا، ما هي التحديات التي تواجه الصناعة بكل منهما، أي بكل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين؟ بطبيعة الحال كما سبق وأشرت إلى ذلك، يجب أن نلتزم بما ذكرناه في المقدمة، ويجب أن نجيب تباعا على الأسئلة كما طرحناها. وقبل ذلك سنرى ما هي عناصر موضوع العرض، كيف يجب أن نتطرق لموضوع العرض. إذا العرض عندنا فيه
اخترت لكم ثلاث نماذج فقط، ويمكن أن تكون أكثر، ويمكن مثلا أن نجد موضوعا يجمع بين التفسير والمقارنة، أو بين المقارنة والتحليل، أو هي الثلاثة، أو مواضيع أخرى. إذن عندنا مثلا مسألة التفسير، هي العملية التي تتطلب منا اتباع النهج الجغرافي، أي وصف ظاهرة معينة ثم تفسيرها بشكل شمولي من كافة جوانبها، مثلا مراحل تكوين الاتحاد الأوروبي وعوامل توجهه نحو اندماج شامل، أو المقارنة وهي عملية تتطلب المقارنة بين ظاهرتين جغرافيتين أو أكثر، مثلا إبراز أوجه الاختلاف والتشابه بينهما، مثلا كما هو الحال بالنسبة للموضوع المطروح بين أيدينا اليوم، نقارن بين الصناعة في الولايات المتحدة الأمريكية والصين. إذا لاحظتم فإننا نجمع هنا بين المقارنة والتفسير في هذا الموضوع، لأننا سنتحدث عن مظاهر قوة الصناعة مثلا في الصين، ثم بعد ذلك سنفسر مظاهر عوامل هذه القوة بشكل خاص العوامل التنظيمية. عندنا أيضا مواضيع كالتحليل، والتي تتطلب منا استنفار مختلف مكتسباتنا السابقة لتحليل موضوع ما بمقاربة جغرافية وتوضيح أبعادها. وهنا على سبيل المثال أعطي مثال درس أو سؤال الاختيارات والتوجهات المجالية لسياسة إعداد التراب الوطني. نعود لموضوعنا، بما أننا سنشتغل على المقارنة والتفسير في هذا الموضوع، وبما أننا سنجيب على السؤال الأول الذي يطرح إشكال مظاهر قوة الصناعة بكل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إذن الإجابة على العنصر الأول المظاهر. إذن هكذا نبدأ موضوعنا، مثلا تتجلى مظاهر الصناعة الأمريكية في ارتفاع الإنتاج الصناعي، وأهم الصناعات الأساسية الثقيلة كصناعة الصلب الرتبة الثالثة عالميا. هنا أهمية التدقيق ومنح الأرقام هي تدعم موضوعنا وتعطيه قوة وتقنع المصحح بتمكننا من الدرس، وبالتالي نتمكن من اكتساب أحسن النقاط بالنسبة للمصحح. ثم صناعة الألومنيوم المرتبة الرابعة عالميا، وبالنسبة للصناعات الخفيفة فهي في تطور مستمر، حيث تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المراتب الأولى في إنتاج المطاطي الصناعي وعجين الورق والسيارات، والمرتبة الثانية في إنتاج الطائرات. وفي الصناعات العالية التكنولوجيا تبقى الشركات الأمريكية هي المسيطرة على المستوى العالمي، كما تتوفر الولايات المتحدة على صناعات أخرى قوية غذائية متعددة وصناعة سينمائية هامة جدا. هذا بالنسبة للصناعة في الولايات المتحدة. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى المناطق الأساسية للصناعة، لأن المناطق تظهر مدى انتشار الصناعة ومدى توفرها ومدى تواجدها، وبالتالي فهذا نوع من مظاهر قوة الصناعة بالولايات المتحدة الأمريكية. مثلا تتوزع الصناعة الأمريكية في ثلاث مناطق أساسية، وهي الشمال الشرقي وهو مجال صناعي قديم ويعد أقوى منطقة صناعية في العالم، ويرجع تفوق هذه المنطقة في مجال الصناعة إلى عوامل طبيعية وبشرية وتاريخية. ثم الجنوب والساحل الغربي، حيث ترتكز الصناعة على البترول والكهرباء والرسامير واليد العاملة المتوفرة. هنا وضعت فقط بعض الأمثلة، بإمكاننا أن نضيف المناطق الصناعية الجديدة، أي منطقة حزام الشمس ومنطقة سيليكون فالي التي تعرف صناعات عالية التكنولوجيا وغيرها. بالنسبة للصين، إذن دائما يجب على المتعلم أن يتوفر على أدوات الربط مثلا، وفيما يخص الصناعة، فيما يخص هذه إحدى آليات الربط التي تجعل الموضوع يبدو منسجما وكأننا لا ندرس درسان بل درس واحد منسجم. وفيما يخص الصناعة بالصين، فقد حققت في العقود الأخيرة قفزة كمية ونوعية تجلت مظاهرها في تطور مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي الداخلي من 44.3 سنة 1978 إلى 52.1 سنة 2004، كما أن الصين تعتبر رابع قوة اقتصادية في العالم بتقديمها 7% من الإنتاج الصناعي العالمي، وتستحوذ على حصة كبيرة من الإنتاج العالمي في عدة صناعات ما بين
تعود 40% و70%، وتتمركز الصناعة الصينية في الجزء الشرقي من البلاد لوفرة المواد الأولية ومصادر الطاقة وكثرة اليد العاملة والمساهمة الكبرى للدولة والاستثمارات الخارجية بهذه المنطقة، كما تتميز بتعدد المناطق الصناعية حيث برزت مناطق حديثة التصنيع خلال الثمانينيات والتسعينات. ما يجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أنني ذكرت فقط بعض النماذج. يمكن التأكيد مثلا على الفروقات بين الجهة الشرقية والجهة الغربية للصين، حيث الجهة الشرقية التي تعرف بنيات تحتية هامة، في حين أن الجهة الغربية بدأت تجهز مؤخرا نظرا لتوفرها على البترول. وننتقل إلى مرحلة التفسير، أي الإشكال الثاني أو السؤال الثاني في موضوعنا المقالي، والذي نحاول أن نلقي الضوء فيه على دور العامل التنظيمي في قوة الصناعة الصينية. إذن فقرة جديدة، ولا يمكن تفسير القوة الصناعية للصين إلا من خلال العديد من العوامل، على رأسها العوامل التنظيمية، حيث مر هذا البلد بمرحلتين. الأولى هي مرحلة البناء الاشتراكي بزعامة ماو تسي تونغ ما بين 1949 و1976، حيث اتخذت الدولة خلال هذه المرحلة عدة إجراءات، من أبرزها تأميم وسائل الإنتاج وإعادة تنظيم الفلاحة في إطار الكومونات الشعبية، وإعطاء الأولوية في البداية للصناعات الأساسية والتجهيزية قبل إقرار ما عرف بسياسة المشي على قدمين. المشي على قدمين هي الصناعة والفلاحة. ثم بعد ذلك تم نهج سياسة القفزة الكبرى إلى الأمام، ثم مرحلة الإصلاحات الجديدة والانفتاح على العالم الرأسمالي منذ عام 1978 حين وصل دينغ سياوبينغ إلى الحكم، حيث اتخذت الدولة الصينية عدة إجراءات، منها إلغاء الكومونات الشعبية وتعويضها بالمستغلات العائلية، وإحداث المؤسسات الصناعية الجماعية والمؤسسات المختلطة، وتخفيف احتكار الدولة للنشاط الاقتصادي، وتشجيع المبادلات مع الخارج، واستقطاب الرسامين الأجنبية. إذن كل هذه العوامل ساهمت في عوامل التنظيمية ساهمت في منح الصناعة الصينية دفعة قوية جعلتها تحتل الصدارة عالميا. إذن هنا نصل إلى التحديات. بما أن التحديات عندنا مشتركة بين الولايات المتحدة والصين، بإمكاننا أن ندرج فقرة صغيرة تدمج كل التحديات تقريبا. إذن على الرغم من المراتب المتقدمة التي تحتلها البلدين في مجال الصناعة، إلا أنهما تواجهان العديد من التحديات، على رأسها المنافسة الأجنبية واستنزاف الموارد الطبيعية والنقص الحاصل في مصادر الطاقة، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بتلوث البيئة في كلا البلدين. ويمكن أن نضيف مثلا على سبيل المثال للحصر بالنسبة للصين التفاوتات المجالية الكبرى التي تشكل عائقا كبيرا وتحديا أمام الصناعة الصينية. وصلنا إلى الخاتمة. أقترح عليكم نوعين من الخاتمة أو مخرجين اثنين. الخاتمة الأولى عبارة على خلاصات، وخلالها نقدم أهم الاستنتاجات التي قد وصلناها من خلال طرح الموضوع. ثم الخاتمة الثانية استنتاج إما يضم الرأي الشخصي حول الظاهرة المقدمة، وقد ينتهي بسؤال مفتوح على موضوع موالي أو يستشرفه. إذن الخاتمتان معا. أقترح عليكم خاتمة أولى. تلك كانت هذه الكلمة المفتاحية تساعدنا كثيرا عندما نود تقديم الخلاصات. تلك كانت أهم مظاهر قوة الصناعة بكل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ثم والعوامل التنظيمية المساهمة في قوة هذه الأخيرة تعود على الصين، وأخيرا التحديات التي تواجه كل منهما. ثم خاتمة أخرى، الخاتمة الثانية أو السيناريو الثاني للخاتمة. إذا كانت الصين والولايات المتحدة الأمريكية قد تمكنتا من بناء صناعة قوية وفرض هذه المكانة دوليا من خلال عوامل شتى، فما هي يا ترى مظاهر وعوامل قوة الصناعة بالاتحاد الأوروبي؟ هكذا ننفتح على درس آخر اطلعنا عليه وعرفناه، ونظهر للمصحح أننا على اطلاع على كافة دروس المقرر.
أتمنى عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة. لكن قبل ذلك أود أن أشير إلى أننا يجب أيضا أن نهتم بالجانب الشكلي للموضوع. كيف؟ من حيث الشكل، إذا عندنا من حيث التعليمات المتبعة ضرورة الالتزام بالإجابة على الأسئلة المطروحة دون إطلاق، حتى لو كنت مثلا كما لاحظتم عندنا عوامل أخرى بالإضافة إلى العوامل التنظيمية مثلا بالنسبة للصين أو بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، حتى لو كنت أعرفها جيدا يعني ومتمكن جدا منها، أنا لست مطالبة أو مطالبا بتقديمها ما لم يطرح علي السؤال. إذن الالتزام بالإجابة على السؤال المطروح فقط دون زيادة أو نقصان، ثم الاهتمام بتقديم المؤشرات والإحصائيات كما سبق أن رأيته في الموضوع المقالي، هذا يعطي لموضوعي القوة الكبيرة. ثم من حيث اللغة، من الضروري استعمال لغة سليمة والاهتمام بعلامات الترقيم. ثم اللغة يجب أن تكون لغة تقريرية ومصطلحات ومفاهيم تنتمي للمادة مثلا التاريخ أو الجغرافيا. من حيث الشكل، تقسيم الموضوع إلى فقرات منظمة ومنسجمة مع تجنب التشطيب وكثرة استعمال المبيض. آخر نقطة، تحديد نقطة رمزية ننطلق منها كلما بدأنا فقرة جديدة. كما لاحظتم في كل مرة أدخل قليلا في بداية كل فقرة، لاحظوا هنا دائما هناك هذا البياض في بداية كل فقرة. لاحظوا في كل فقرة أحاول أن أترك مسافة حتى تبدو الورقة منسجمة بشكل كامل. المقدمة أيضا فيها هذا الفراغ. نفس الشيء بالنسبة لطرح الإشكالية، أقترح عليكم عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، أن تكتبوا الإشكالية بلون مغاير. بالطبع اللون الأحمر غير مطلوب وغير مرغوب فيه في الامتحان، مثلا اللون الأخضر أو أي لون آخر باستثناء اللون الأحمر بالنسبة للإشكالية. هذا يعطي موضوعنا نوعا من الجمالية ونوعا من القيمة المضافة. أيضا إذا كان خطي رديء فأقترح عليكم أن تتركوا بياضا أو سطرا بين كل فقرة وفقرة على حدة. عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، هنا تنتهي هذه الحصة. أتمنى لكم كل التوفيق في امتحاناتكم الإشهادية. شكرا لكم.